بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ومحبته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. سلام ونعمة ومحبة المسيح ليكم أحبائي المباركين. بنفرح بوجودكم وبنفرح بوجودنا مع بعض في حول كلمة الله المعزية لينا، حتى وإن كان من خلال الكاميرات، لكن الله يعطينا وقت ممتع وهو في وسطنا. متى اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. تعبتوا؟ تعبنا؟ يا رب يهون الأيام ويقضي الأيام بسلام وتنتهي هذه الزوبعة أحبائي. لعل رسالتنا اليوم يا أحبائي لسان حال أقول البعض وليس الكثيرين، اللي بيحاول إبليس إن هو يستخدم قوته ويضعف قلوب الناس أو الشعب عامة. وهو الرسالة النهاردة: أين الراحة؟ أين الراحة؟ لإمتى يا رب؟ لإمتى هنفضل بصورة زي دي؟ إمتى نرتاح؟ امتى فعلا نحس بارتياح من جوانا؟ انا هذكر كم حاجه يا احبائي في النهايه. طبعا متاكد ان انا اول ما انا قلت اين الراحه الكل جاء في باله الرساله اللي او الايه اللي قال عنها سيد المسيح له المجد: تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلي الاحمال وانا اريحكم. هي فعلا هي دي الخلاصه بتاعتنا، لكن احيانا بنكون عارفين الخلاص وعارفين الحل، ولكن للاسف واحنا بعيدين تماما وتتجه نفوسنا وعيوننا الى مصدر اخر، مصدر نشبع به الاحتياجات بتاعتنا من مصادر كثيره. عشان كده احبائي تعالوا نمشي في بعض الحاجات اللي يقول عنها الكتاب المقدس او يورينا ليها الكتاب المقدس. اول سؤال: هل هي الراحه في محبة العالم؟ وحنجيب أدلة على كل نقطة من الكتاب المقدس عشان نشوف الإجابة ليست إجابة شخصية من عندي ولا مجرد كلمات إن احنا بنرددها، ولكن الكتاب المقدس كفيل بأنه هو يرد على كل تساؤلاتنا. هل هي محبة العالم؟ هل هي الراحة بتاعتي في محبة العالم؟ البعض كان يفتكر هذا الأمر قبل الوباء، قبل المرض، لما الحكاية كلها ماشية بكل يعني زي ما بيقولوا الدنيا موردنة، كانت الناس فاكرة فعلا الراحة في العالم. لكن معلمنا يعقوب الرسول في إصحاح 4 وعدد 4 يقول كده: أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. لعل هذه الرسالة وضعتها الكنيسة قدامنا في كل قداس في رسالة الكاثوليكون، لما ناجي نختم ونقول كده: لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع إرادة الله فهو يثبت إلى الأبد. حبة العالم فيها تعظم المعيشة، تعظم الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة، كل هذه الأشياء هي محبة العالم، والتحذير لن تجد في محبة العالم أي راحة. هل الراحة هي في محبة المال؟ وفي فرق ما بين محبة المال وفي فرق ما بين إن المال نعمة مديها ربنا لسد احتياجاتنا يا أحبائي. لكن اللي قال عنه السيد المسيح وفسره لينا السيد المسيح لما جاء الشاب الغني: ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ اعمل الوصايا. قال له: حفظتها كلها منذ حداثتي. طيب وبعدين؟ يعوزك شيء واحد: اذهب وبيع كل مالك واعطيه للفقراء وتعال اتبعني حاملا صليب. ماذا يقول الكتاب المقدس؟ مضى إلى بيتي حزينا. يقول عن السيد المسيح: ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله، لدرجة أن التلاميذ معلمنا بطرس الرسول يقول له: فمن يقدر أن يخلص؟ هنا الإجابة
محبة المال، المتكلين على المال. عشان كده في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيموساوس، تيموساوس الأولى 6:10، لأن محبة المال هي أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان. المال اللي في إيدك، هل هو إله بتعبده؟ هل هو إله بتجري وراه؟ هل هو هدفك؟ أم هو هل هو راحتك؟ أم هي مجرد وسيلة بدها لك ربنا عشان تسدي احتياجاتك الأرضية؟ هل نمرة ثلاثة، هل الراحة هي في الخطية اللي احنا بنتمسك بيها أو في الضعفة؟ يقول عنها معلمنا سليمان الحكيم في جامعة 2:10، مهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما، في النهاية وجد إن إيه الكل باطل، كل الجميع زاغوا وفسدوا، الجميع أعوزهم مجد الله. من يفعل الصلاح؟ ليس ولا واحد. طب نعمل إيه؟ في فرق ما بين قم أيها النائم من بين الأموات فيضيء لك المسيح، قم تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. إذا كانت الخطية عبء ثقيل، إذا كانت الضعفة اللي عندك هي عبء ثقيل مش قادر، تعال إلى المسيح وهو يخلصك منه. رابع حاجة، هل الراحة هي في كتب الفلاسفة أو في المراكز العظيمة؟ وححكي قصة في الآخر عن هذا الأمر يا أحبائي. لا أحبائي، كل هذه الأمور ليست هي راحة إنسان، الراحة الحقيقية هي في المسيح رب المجد يسوع. معلمنا داود النبي قعد يبحث عن الراحة في مزمور 55 وعدد 6، بحث عن الراحة في العالميات للأسف لكن لم يجدها، فكتب قال إيه؟ قال كده: فقلت ليت لي جناحا كالحمامة فأطير وأستريح، ها أنا ذا كنت أبعد هاربا. يعني يريد يريد الحمامة ما فيش حاجة بتقيدها، وعشان كده راحتها في إن هي تطير. وإحنا نفوسنا طول ما هي متعلقة بالأرضيات يا أحبائي لن نجد راحة. الراحة بحث عنها قال عنها أشعياء النبي، وبحث عنها كهنة إسرائيل وأنبياء إسرائيل في الخمر، وقيل إذا الكاهن والنبي ترنحا بالمسكر، ابتلعتهما الخمر تاها من المسكر، ضلا في الرؤية قلقا في القضاء. تقول لي يا ابونا إحنا لا كاهن ولا نبي، اسألوا نفسكم، إحنا الحمد لله لا هذا ولا ذاك، لا مسكر ولا خمر، نشكر الله. لكن المشكلة الرسالة دول كانوا في العهد القديم، وفي العهد الجديد يقول كده لا تسكروا بالخمر الذي فيه القلاعة، لا قال لكاهن ولا نبي، لكن قال لكل إنسان لا تسكروا بالخمر الذي فيه القلاعة بل امتلؤوا بالروح. أشعياء النبي يكمل في 28:12 يقول أريح الزارح الرازح آسف يعني المتألم، وهذا هو السكون ولكن لم يشاءوا أن يسمعوا. حبائي قل لنفسك النهاردة لا تلتفتي يا نفسي هنا وهناك، أنت جعانة، أنت عطشانة، أنت قلقانة، أنت محتاجة، التجئي إلى مسيحك تلاقي فيه الشبع والارتواء والراحة. هختم القصة سريع، سامحوني لو تأخرت شوية دقيقتين بس زيادة. في بلاد الهند كان في يوم من الأيام واحد من القطارات ماشي إلى بلدة مدراس، وفي أحد التلاميذ بتاع المدرسة وكان ماسك الكتاب المقدس بيقرأ فيه، كان قدامه شيخ من الهندوس وكان في يده في مذبحة كبيرة كده، ويقعد إن هو يمشي المذبحة ويصلي بيها ويذكر كل إله من آلهتهم الوثنية مع كل حبة. لكن أول ما شاف هذا التلميذ هذا الشاب بيقرأ في الكتاب المقدس اتغاظ وقعد يكلمه بشدة، قال له كده كان من الأفضل إنك أنت تقرأ حكمة الهندوس. ده الكلام بتاع اللي قلت لكم هل الراحة في كتاب الفلاسفة والحكماء وأفكار العالم، قال له كان مفروض إنك أنت تقرأ حكمة الهندوس في الكتب بتاعتهم. ومن شدة الغضب لما لقى إنه التلميذ ده مش منتبه للكلام بتاعه قام أخذ الكتاب المقدس وشرط الكتاب المقدس ورماه من الشباك القطار. وكانت إرادة الله. كان في فلاح على في الحقل بتاعه
وكان يعاني من مشاكل كثيرة، وهو قاعد في الحقل بتاعه لقى في ورق متطاير عليه، فجات ورقة قدامه كده، وشوفوا محبة الله، وشوفوا الله لما ينظر إلى احتياج الإنسان يا أحبائي. عشان كده بقول لك فتش الأيام دي عن الراحة في مسيحك. متخيلين الورقة لقى فيها إيه؟ لقى فيها كده هذه الآية: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. قصة تقول كده ابتدى هو يسأل هذا الفلاح: يا ترى مين هو القادر أنه على هذا الأمر أمشي إليه وعشان يريحني؟ وبتدبر الله أنه هو يلتقي بأحد الأحباء المسيحيين اللي عرف القصة بتاعته وحياة بتاعته، فكلموا عن المسيح لحد ما آمن ودخل به الكنيسة عشان يتمتع بسلام وبراحة. أحبائي اوعى تتضايق لو أحد سخر من أو استهزأ بمسيحك، بالكتاب المقدس، بكنيستك. اوعى تتهز، كن ثابت مهما كان النجاح بدعم. يقول كده أحد الأباء: اهتم بقراءة الكتاب المقدس كل يوم، وده اللي احنا بنعمله كل يوم. وشكرا للأباء اللي بيرسلوا لنا رسائل في كل يوم. اهتم كل يوم بقراءة الكتاب المقدس، اعلم أن الله سيرسل ليك رسالة واضحة. الله يعلم احتياجك ويعلم قلبك، وعشان كده هيديك رسالة واضحة من خلال الآية حتى يستريح بها قلبك، فتطبقها وتعيش بها طوال اليوم. المسيح مصدر الراحة، المسيح كل الراحة، المسيح سبب الراحة بتاعتنا. لما أكون تعبان أروح لمين لغيرك؟ أنت اللي تريحني يا يسوع، أركع وصلي لك. لما أكون أروح لمين غيرك؟ برضو مليش غيرك، أنت اللي تفرحني يا يسوع، أركع وأصلي لك. كون في سلام المسيح وفي راحة المسيح، له كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد.